فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من ذهب إلى قرية خارج المدينة تبعد 70 كيلو ثم انتهت حاجته وقد أذن للظهر، فهل يلزمه أن يجلس حتى يصلي مع الجماعة في القرية، أو يجوز له أن يرجع إلى مدينته فيصلي لوحده في الطريق؟ إذا كان ما عليه مضايقة ولا يفوت عليه شيء يصلي مع الجماعة، يجيب المؤذن ويصلي مع الجماعة. أما إذا احتاج إلى السفر كان عليه ضرر إذا بقي فلا بأس. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.